ديال اللي درنا في كازا. شوف مستوى تبارك الله، شوف نظام كيداير. مهدي عباد، فاعل جمعوي، رئيس اربع نوادي رياضيه ومنظم بطولات دوليه بشراكه مع اتحادات دوليه كاتحاد الاي بي برو ليغ ان بي سي واتحاد بي سي اي. اليوم جيت باش نكمل المسيره ديالي النضاليه اللي دامت 3 سنوات. مضحك انه تناضل 3 سنوات بحكم انك ماشي مغربي، كتمارس في القطاع، كتخدم بلادك، معك سند ديال اكثر من 200 جمعيه، معك سند نتاع عدد كبير ديال الابطال ديال هذه الرياضه هذه. وباش ماشي هادشي ماشي هضره، تشوف البطولات اللي كنظم، شحال الابطال كيجيو، تشوف الجموع اللي كنا كنديروا في جميع مدن المغرب، شحال ديال الفاعلين جمعوا، شحال ديال رؤساء النوادي كيجيو عندنا. هذا ما كيبين غير اننا عندنا الصوت ديالنا كيتسمع في الرياضة ديال بناء جسم والفيتنس. كنقول في رياضة بناء جسم والفيتنس، ماشي الصوت ديالنا كيتسمع في البلايص اللي خصو يتسمع فيهم. كنا نتمنوا ان الوزارة الوصية تفتح معنا حوار، انها تستجب للشكايات ديالنا اللي حطينا ليها، تستجب العناء ديال الابطال والبكاء ديال الابطال والموت ديال هذه الرياضة هذه. بصراحة قبرنا هذه الرياضة هذه، خص هذوك الفلوس ما يبقاوش يخرجوا. ان الرياضة ما كنستافدوش من دوك الفلوس، ما كنستافدوش من المنحة. هي ناس اخرين اللي كيستافدوا منها، هما اللي كيمشيو يسافروا يفوجوا، كيتسناو مع التقارير المالية والأدبية ديالهم بلا خبرنا، رغم اننا حنا كنا منخرطين في الجامعة. كاين عابات في التسيير، كاين عابات في التسيير. نعطيكم مثال سهل، المنتخب الوطني المغربي كان خصو يمشي يشارك في البطولة العربية اللي هي بطولة دولية، ما مشاش، دار الاختيار، عزل الدراري مغاربة، مغاربة وجدوا بفلوسهم وعانا ومعاناة ديال أصعب رياضة كنقولها لكم بالدقيقة، بدقيقة الماكلة، النعاس، لونترينمون، كل شيء خص يكون في الوقت. وتجي تخلي الناس أسبوع قبل البطولة وما تمشيش، علاش؟ حيت ما بغيتيش، فقط حيت ما بغيتيش، كاع دوك الأسباب اللي ذكرتوك، ما عندكمش الفلوس، الوزارة ما عطاتكمش، خرجت الوزارة كذبات. المستوى قلتو ما كاينش في البلاد، هذا كذب. احنا في شهر 3 خدينا كارت برو ودينا احسن دري في بودي بيلدينغ في الفئه الكبيره في اتحاد عالمي كبير بزاف. مشكله كنعيشوا في هذه الرياضه. كنا كنتوخاو من هذه الحكومه الجديده انه يكون تغيير في هاد الناس اللي كيسيروا هاد الجامعات هادو في التسيير عامه نتاع هذا القطاع الرياضه، ان كاين في عابات كبير، تغيير في دوك الموظفين اللي كيسيروا هذا الشيء هذا واللي كيسهروا على ان هذا الفساد يزيد يعوم في البلاد. صراحه انا كنقولها وكنعاود نقولها، وقلتها نهار تنتخب السيد شكيب بن موسى وزير على القطاع، سورتو انه تعطى لقطاع التربيه الوطنيه والتعليم، التربيه الوطنيه والتعليم والرياضه، هادو من الحوايج اللي حنا عارفينهم ديجا هما صعاب بزاف. عاد زدتو معاهم الرياضه مسكينه مشات، وما مشى عام دابا لا شيء، عام بالعكس عاد زاد البهتان في هذا القطاع. ما فهمتش صراحه، ما فهمتش، بغيت نفهم بغيت نفهم، انا دابا بغيت نوصل صوتي باش نفهم شنو واقع، واش كاينين الناس كيسمعوا لنا ولا لا، واش كاينه لاكور دي كونت في البلاد ولا لا، لنا فلوس كيمشيو. خير على هذا الشيء، العام اللي فات خرج بلاغ من عند وزاره الماليه من عند السيد الوزير بان 64 مليار من المنح اللي كتعطى للجامعات، من المنح اللي تعطاو للوزاره واللي تسناو في البرلمان، نون جوستيفي. وخرجاش من بعد اسبوع الوزاره قالت لهم تشفر لي الارشيف وتشفر لي، راه تشفروا الفلوس ديالنا عباد الله، راه ماشي الارشيف اللي تشفر، راه فلوسنا مشاو تما. على الاقل لاكور دي كونت تخرج، على الاقل الناس اللي صوتنا عليهم في انتخابات النواب البرلمانيين يخرجوا بلجنه تقصير حقائق. اخوان راه عينا ساكتين، عينا كنديروا في اولاد الناس، عينا كنبغيو نعطيو ايماج زوينه على البلاد، ولكن راه الامور وصلت للحد. بركه سي شكيب بن موسى، الله يرحم بها الوالدين، عندك ناس تابعين لك في الوزاره، عندك ناس تابعين لك في الاحزاب ديالك، عندك ناس يمكن لك تتصل بهم من لاكور دي كونت، عندك كيفاش تحرك الامور وتعرف الحقائق، رغم انهم كنحطوهم لكم بالواضح بلي بروف بلا ليست دي فيزا اللي كيمشيو فيها
اللي فيزا كيمشيو فيهم غير هما يتمتعوا مع راساتهم الابطال كيبكيو بالابطال هاد السيمانه اللي فاتت كيقطعوا كيحرقوا في الشواهد وكيبكيو. عيب وعار، عيب وعار بلادنا توصل لهاد الشيء هذا، عيب وعار اننا نخليو بلاصتنا في الاتحاد العربي الاعداء ديال البلاد ديالنا. انا كنهضر على الاتحاد العربي، انما مشاش كاع حتى الرئيس ديالنا يمثل الصوت ديال الدرابو المغربي تما. خطير ما نراه في هاد الرياضه هادي، هادشي بزاف هادشي اللي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي باش غنختم هاد التدخل ديالي، ونتمنى التدخل العاجل، لان بطولات عالميه جايين الشهر الجاي والشهر اللي من بعد. دو 17 او 18 نوفمبر كاينه بطولات العالم في الفجيره في الامارات، الشهر الجاي كاينه البطوله الافريقيه. نتمنى ان المنتخب عاوتاني يمشي وما يوقعش هادشي اللي وقع مع البطوله العربيه.